وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز يعني يمن صالح الجبري. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح. بداية، تمر اليوم الذكرى الثالثة لانطلاق عملية عاصفة الحزم ضد ميليشيا الحوثي في اليمن، كيف ترون الأعوام الثلاثة الماضية؟ شكرا جزيلا لك وللمشاهدين الكرام. 3 سنوات استطاع التحالف العربي مع الجيش الوطني إعادة 80% من المساحة الجغرافية لليمن إلى حضن الشرعية، وتم تكوين وإنشاء جيش وطني قوي. نستطيع أن نتكلم كيمنيين أننا نعتمد على هذا الجيش بعد الله سبحانه وتعالى، في أنه أصبح جيش لا يتبع شخص ولا حزب ولا جهة، إنما يدافع عن اليمن. في 3 سنوات دمرت الميليشيات الحوثي ومعسكرات الحوثي، والمخلوع صالح الذي سلم معسكرات الدولة وسلم الحرس الجمهوري والقوات الخاصة لميليشيات الحوثي انتقاما ممن ثاروا عليه في 2011. وبالتالي نستطيع أن نقول أن المستوى الثاني والثالث من ميليشيات الحوثي تم القضاء عليهم. القيادات الكبيرة، المجموعة الكبيرة من جاءوا من إيران ومن حزب الله، وهي معروفة بالصورة والاعترافات، وهي موجودة لدى الشرعية هذه الأسرار، وكشفت عبر وسائل الإعلام الشرعية. طيب، دليل أنه التحالف قد نجح في تأديب ميليشيات الحوثي. طيب، بعد 3 أعوام وفي تزامن مع الذكرى الثالثة، أطلقت ميليشيا الحوثي 7 صواريخ باليستية، 3 منها على الرياض. برأيكم إلى أي مدى يعني بات من الضروري وجود عملية عسكرية شاملة لوقف هذه الانتهاكات؟ العجيب ان الميليشيات الحوثي، احنا نتكلم عن عصابه وليس دوله، هذه عصابه لم يعترف بها احد في العالم. العجيب انه ممثل الامم المتحده الجديد البريطاني موجود في صنعاء، وتقوم ميليشيات الحوثي بهذا العداء وهذه الجريمه الواقعه ليثبت. هو يريد ان يرسل رسائل اطمئنان لاتباعه في صنعاء ان يحضروا يعني اليوم الحشد الذي يرتبه له في العاصمه صنعاء، ويريد ان يؤكد لهم انه ما زال قويا. هو يضحك على الشعب اليمني المغرر، وليس كل الشعب اليمني، المخدوعين باتباع ميليشيات الحوثي، انه ما زال قويا، وفي الحقيقه هو صار ضعيفا. ولكن ماذا سيكون رد فعل المملكة العربية السعودية وقوات التحالف العربي؟ هذا الذي ننتظره. نتمنى أن يكون ردا عسكريا قويا بالتعاون مع الجيش الوطني والشرعية، وهذا الذي المؤشرات تقول في ميدان بأن لا حوار بعد اليوم، الحوار هو حوار البنادق، وأن الحق في اليمن سيكون حسما عسكريا، ويبدو لي أن الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت. طيب، بريطانيا طالبت إيران بالكف عن تسليح ميليشيات الحوثي، ما السبل للحد من النفوذ الإيراني والتوسع الإيراني في المنطقة؟ التدخل الإيراني واضح في اليمن، وأتمنى من يعني بريطانيا ومجلس الأمن الدولي، للأسف أنهم يكيلون بمكيالين. التصريحات العالمية أنها مع الشرعية ومع التحالف العربي للأسف الشديد من قبل بريطانيا وأمريكا، ولكن في الخفاء هناك تواصلات سرية وكأنها مؤيدة لبقاء الذراع الحوثي في اليمن، مثل ما نسمع اليوم يعني أمريكا وأنها ضد إيران وتسلح النووي وما إلى ذلك. ولكن للأسف الشديد لم نرى يعني ممارسات عملية وضربات موجعة لإيران وأذرعها الموجودة الآن في اليمن ولبنان وسوريا والعراق. وبالتالي إعلاميا صحيح أنهم ضد إيران، بل عبر القرار الذي كان سيصدر في مجلس الأمن. ولكن نريد هذه الدول إن كانت تحترم نفسها وتحترم الشعوب الحرة أن تكون واضحة وصريحة وتقول أنها مع الشرعية وضد هذه الجماعات الانقلابية. الحكومة اليمنية طالب وقالت بأن تكرار استهداف الحوثيين للسعودية هو رفض للسلام ورفض صريح لكل محاولات السلام. السؤال الذي يطرح هنا، هل بالفعل هنالك يعني أمل لوجود سلام في اليمن اليوم؟ ذكرت مرارا في أكثر من حوار سواء في قناة الرافدة أو غيرها بأن الحوثي لا يمكن أن يجلس على طاولة حوار إلا بعد أن تقص جميع الدروع والميليشيا الحوثي. الحوثي لا ولم ولن يجلس على طاولة حوار، لابد. وهذه المؤشرات في الميدان تقول أن الحل العسكري
هو الذي سيكون في قادم الأيام في اليمن. الحوثي ذهب وعنه الغطاء الشعبي والسياسي الذي كان يعطي له المخلوع علي عبد الله الصالح الذي قتله الحوثيون وتآمر معهم على اليمن، وبالتالي استبعد أن يكون هناك حوارا سياسيا إلا بعد أن يضرب الحوثي ضربة قاصمة، عند ذلك ممكن أن ينفع الراية البيضاء ويجلس على طاولة الحوار. صالح الجبري رئيس مركز يعني يمن من إسطنبول كنت معنا، شكرا جزيلا لك.